بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالميت له علينا حق أن نصلي عليه وأن نأتي قبره وأن نستغفر له، أما الدعاء الجماعي عند القبر فليس من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك قراءة القرآن عند القبر على الأموات لم يرد فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.